في سياق متصل أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لموقف الصين بعد أن سحبت مرشحها من انتخابات المنظمة الدولية للثقافة والعلوم اليونسكو، واعتبرت مصر موقف بكين بمثابة دعم لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب. وقالت الخارجية في بيان لها إن موقف بكين جاء عقب تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظير الصيني شي جين بينغ رسائل من خلال اتصالات مكثفة قام بها وزيرا خارجية البلدين على مدار اليومين الماضيين.